دالة القيمة المطلقة، الدالة الرئيسية الأم f of x تساوي القيمة المطلقة لـ x وتعرف على النحو التالي. بس قبل ما نقول لك تعرف على النحو التالي، لازم تعرف إن القيمة المطلقة للخمسة تساوي كام؟ خمسة. القيمة المطلقة للسالب خمسة تساوي خمسة. القيمة المطلقة للتلاتة كام؟ تلاتة. القيمة المطلقة للسالب تلاتة تلاتة. القيمة المطلقة للصفر صفر. وكده عرفنا ان القيمة المطلقة دايما تعطي اعداد ايه؟ موجبة. فهو هيكتبها لك بقى على طريقة محتاجة منك تركيز شديد. هيقول لك اف اوف اكس اهي، دي القيمة المطلقة لاكس، بتساوي ايه؟ بتساوي اكس نفسها لو كانت اكس اكبر من او تساوي صفر. يعني لو الاكس موجبة اكتب العدد كما هو بدون اي شيء. شوف، بتساوي اكس نفسها كده لو الاكس اكبر من او يساوي صفر. هيكتب لك بقى حاجة محتاجة فن شوية، تساوي سالب اكس، هي محتاجة فهم شوية، قال لك لو الاكس أقل من الصفر. يعني إيه بقى قصة سالب اكس دي؟ يعني لو الاكس كانت سالبة أضربها في سالب من عندك تقوم تتحول لموجب، شوف كده، شوف الكلام ده. سالب اكس يعني إيه سالب اكس؟ يعني أضربها في سالب لو كانت الاكس سالبة، يعني لو أنا بقول لك اف أوف سالب 5 أضربها في سالب تبقى موجب، تقول لي يعني الإجابة دي كلها كده اللي أنا في الدويرة دي هتطلع موجبة؟ أه هتطلع موجبة. ليه بقى؟ لان بقول سالب اكس لما يكون الاكس اقل من صفر، يعني الاكس سالبه. شوف الاكس سالبه وفي سالب قدام بره هتتحول لموجب، لما احط سالب 5 في سالب تبقى موجب 5. يبقى معنى لما اقول لك القيمه المطلقه للسالب 5 كده اضربها في سالب كمان من عندك تبقى موجب 5 كده، اهي سالب في سالب 5 تبقى موجب 5، معنى التفسير بتاعها كده. طب تعالى نرسمها، اهي لو جينا نرسمها لها شكل مشهور، ادي محور، ادي المحور اكس، ادي المحور واي. ولو انت رسمتها بقى، دي داله من الدوال الرئيسيه اللي المفروض تكون عارفها. لو انت قعدت تحسب اف اوف صفر القيمه المطلقه للصفر صفر، يعني لو انا عملت جدول كده اهو، جدول قيم اكس واي اكس واي، وقلت اف اوف صفر صفر، طب اف اوف واحد واحد، اف اوف اتنين اتنين، طب اف اوف سالب واحد لما احط اكس بسالب واحد القيمه المطلقه للسالب واحد واحد، اف اوف سالب اتنين طلع اتنين. لما نيجي نرسمها اف اوف صفر صفر، طب عند الواحد واحد، طب عند الاتنين اتنين، طب عند التلاته تلاته. طب الناحيه التانيه بقى اف اوف سالب واحد واحد، اف اوف سالب اتنين اتنين، اف اوف سالب تلاته تلاته، تاخذ شكل حرف الفي، ماشي، وده شكلها المشهور اهي. شايف؟ شايف الداله واخد شكلها عامل ازاي؟ اهي شوف لها لون تاني اهي، شايف؟ ده شكل داله القيمه المطلقه باستمرار. ده شكل داله القيمه المطلقه عامله شكل حرف الفي. طيب خلي بالك بقى، هل دايما هتطلع شكل حرف الفي والراس بتاعتها هتطلع هنا عند النقطه صفر وصفر؟ لا، الراس بقى ممكن تتحرك يمين وشمال، واقول لك الراس دي تتحرك يمين وشمال ازاي. تمام، تعال نشوف مثال اخر. مثل الداله بيانيا ثم حدد مجالها ومداها. ممكن ما تتعبش راسك وتعوض عادي، بس فين الراس؟ الراس هو اللي اتحرك يمين ويسار. عايز اعلمك حاجه، الراس بقى موجود فين؟ موجود في في لحظه محدده. وش هي؟ هقول لك بقى، احنا اهم حاجه عندنا نقطه الراس. الراس موجود عند صفر القيمه المطلقه. يعني ايه اللي يعمل صفر داخل قوس القيمه المطلقه دي؟ ايه اللي يسبب صفر هنا؟ لو الاكس خدت كام؟ ها، لو الاكس خدت صفر يبقى احط في الوسط هنا صفر. ليه حطيت صفر؟ هل كل مرة أحط صفر؟ لا، أنا بحط صفر صفر اللي بيسبب صفر داخل القيمة المطلقة، اللي بيسبب صفر داخل القوس يعني. القوس ده يبقى صفر إمتى؟ متى يكون هذا القوس بصفر؟ القيمة المطلقة بصفر، يعني لو الإكس خدت صفر. 2 في صفر بصفر، يبقى هنا اللي بيسبب لي صفر هنا داخل القيمة المطلقة نكتبه في الوسط. بعدين نحسب 1 2 رقمين فوق رقمين تحت. نبدأ نعوض. 2 في صفر بصفر، القيمة المطلقة للصفر صفر، ناقص 4 يديك سالب 4. طب القيمة المطلقة عند الواحد 2 في 1 ب 2، القيمة المطلقة للاثنين 2، 2 ناقص 4 يديني سالب 2.
واحد يقول لي يا استاذ انت قايل لي ان القيمه المطلقه ما بتديش اجابه سالبه، اقول لك انا مش بتعامل مع داله القيمه المطلقه دلوقتي، انا بتعامل مع داله القيمه المطلقه وبعدين ناقص منها عدد فبتتغير القيم شويه. عند الاثنين، الاثنين في اثنين اربعه، اثنين في اثنين باربعه، القيمه المطلقه الاربعه اربعه، اربعه ناقص اربعه صفر، دي اكس دي واي. عندي السالب واحد، اثنين في سالب واحد بسالب اثنين، القيمه المطلقه للسالب اثنين اثنين، اثنين ناقص اربعه سالب اثنين. عندي السالب 2، 2 في سالب 2 بسالب 4، القيمة المطلقة للسالب 4 4، 4 ناقص 4 0. لاحظ في شيء هنا، شايف نقطة الرأس؟ وبعدين تجد عند الواحد سالب 2، عند السالب 1 سالب 2، كأن في تماثل أهو، شوف. سالب 2 سالب 2، 0 0. دايماً ده هيحدث لما تيجي تمثل دالة القيمة المطلقة. نبدأ نرسم المحاور وهوريك إن هي نفس الشكل، اللهم إنها بس اتحركت شوية لأسفل. وحدث لها نوع من يسموه التضييق الافقي، هتاخده ان شاء الله في ثالثه ثانوي. عند الصفر سالب 4، شوف سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. عند الواحد سالب 2، عند الواحد سالب 2. عند الاثنين صفر. عند السالب 1 سالب 2. عند الاثنين صفر. شايف الرأس فين؟ الرأس فين؟ اهي الرأس، اهم حاجه تحدد الرأس اول شيء، الرأس اهي. بعدين ارسم بقى، ارسم الداله، الخطين حق الداله، ادي الخط الاول في هذا الاتجاه وادي الخط الثاني في هذا الاتجاه، شايف؟ واخده نفس الشكل، شكل حرف ال V اهو. بعد ما خلصت اجي اكتب المجال، لانه عايز المجال والمدى. هل الداله دي ممثله عند كل قيم اكس؟ فعلا ممثله، تابع خط اكس، الداله ممثله عند كل قيم اكس، يبقى المجال ار. طب المدى، هل قيم واي كلها ممثله ظاهره معايا؟ لا، واي تظهر من عند السالب 4 وانا برجع، شوف 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 بس. يبقى واي المدى، اقول له واي حيث واي، واي حيث واي اكبر من او يساوي سالب 4. بعض الطلاب بيكتبوها اف اوف اكس حيث اف اوف اكس اكبر من او يساوي سالب 4. صحيح مفيش خطا، لكن اللي احب انبه عليه انك لما تيجي تمثل القيمه المطلقه لازم أن تبحث عن راس الداله، خصوصا لما تكون داله حدث عليها ناقص او زائد او اتغيرت شوي، فبتبحث عن ما يسبب صفر داخل القيمه المطلقه. ايه اللي بيسبب صفر داخل القوس؟ 2 في اكس، 2 في صفر بصفر، يبقى احط الصفر في الوسط هنا. لو جه المثال الثاني هيوضح لك اكتر. هنا اقول له طيب هنعمل الجدول بتاعنا ونشوف ايه اللي بيسبب صفر داخل القوس القيمه المطلقه اكس واي. ايه اللي بيسبب صفر داخل القوس ده؟ لو اكس خدت كام؟ فكر كده، لو اكس خدت صفر؟ لا. لو اكس خدت 2 تعمل لي صفر هنا، 2 ناقص 2 صفر. يبقى هنعوض بالاثنين هنا، شايف؟ هي دي الرأس. يبقى احط 2 في الوسط هنا، 2. ماليش دخل بقى زائد او ناقص بره، مفيش دخل، ممكن يبقى ماليش دخل، يبقى زائد 4 زائد 5 مفيش دخل، يبقى 2 هنا. بعدين ازود رقم 3 4 انقص 1 صفر، نحسب بقى. 2 ناقص 2 صفر، القيمة المطلقة للصفر صفر. طيب. 3 ناقص 2 1، القيمة المطلقة للواحد 1. 4 ناقص 2 2، القيمة المطلقة للاثنين 2. أكيد شوف كده القيمة دي، شايف؟ هتلاقيها هنا. وهتلاقي القيمة دي هتلاقيها هنا. هنحسب أهو. 1 1 ناقص 2 سالب 1، القيمة المطلقة للسالب 1 1. 0 0 ناقص 2 سالب 2، القيمة المطلقة للسالب 2 2. خلصت. أجي بقى أبدأ أرسم أظهر الشبكة بتاعتي، الشبكة بتاعتي أعمل لها المحاور الشبكة. هنبدأ نعمل نخليها بس لون خفيف شوي. نرسم المحاور، محور إكس محور واي. احنا فين؟ احنا هنا.
ادي الدالة بتاعتنا يا شباب، نبدأ نرسمها. محور اكس، محور واي سريعا، محور اكس، محور واي. نبدأ نمثل النقاط. اهم حاجة الرأس عند الاثنين صفر، عند الاثنين صفر هنا، عند الثلاثة واحد، عند الاربعة اتنين، عند الواحد واحد، عند الصفر اتنين. اهم حاجة قلت لك نقطة ايه؟ نقطة الرأس اهي، اهم شيء نقطة الرأس. نبدأ نرسم خطين الدالة اهي، ادي الخط الاول دالة اهو، وادي الخط الثاني للدالة، اترسم الخط الثاني للدالة، هي دي دالة القيمة المطلقة المطلوب مني رسمها. رسمت دالة القيمة المطلقة المطلوبة مني، نشوف كده. بعد ما رسمتها نرسمها، نحاول نرسم الخطوط تاني مرة تانية. ادي الفرع الاول، ادي الفرع التاني اهو، رسمت الدالة خلاص. المجال، هل الدالة دي ممثلة عند كل قيم اكس؟ ممثلة عند كل قيم اكس، اهي الدالة مرسومة، شوف في كل قيمة الاكس تجد الدالة موجودة، اهي كل قيمة الاكس تجد الدالة موجودة، يبقى المجال ار. طب المدى اللي هي قلنا المدى اللي هو قيم مين؟ قيم واي. هل الدالة دي بتمثل كل تاخد كل قيم واي؟ لا، ده اقل قيمة الواي كام؟ شايف اقل قيمة الواي لصفر، والموجب وراح للموجب ما لا نهاية، يبقى اقول له المدى ممكن تكتب كده بقى اف اوف اكس اهي، حيث اف اوف اكس دائما اكبر من او يساوي صفر. يبقى اللي هيتغير يا شباب مكان الراس، مكان الراس هتحسبه ازاي؟ حسب ما يسبب الصفر داخل قوس القيمه المطلقه. ايه اللي يسبب الصفر هنا؟ 2 ناقص 2 صفر، يبقى اخد 2. نشوف مساله ثانيه ايضا داله قيمه فيها جزء قيمه مطلقه وفي بعدين زائد واحد، فانا هعمل الجدول اهو بتاع المشهور بتاعنا اهو، خلي بالك شوي. ايه اللي يسبب صفر داخل قوس القيمه المطلقه؟ فين اهو، ايه اللي يسبب صفر هنا؟ لو الاكس خدت صفر اهي، يبقى صفر خلاص، صفر، يبقى احط صفر هنا، وبعدين واحد اثنين، سالب واحد، سالب اثنين، عند الصفر القيمه المطلقه للصفر صفر، قدامها سالب بره يبقى صفر، صفر زائد واحد واحد. طب عند الواحد القيمة المطلقة للواحد واحد، قدامها سالب بره تبقى سالب واحد زائد واحد صفر. طب عند الاثنين القيمة المطلقة للاثنين اثنين، قدامها سالب يبقى سالب اثنين، سالب اثنين زائد واحد، سالب اثنين زائد واحد يديك سالب واحد. طب عند السالب واحد، أنا قلت لك إن النقطة دي هتطلع زي دي أكيد، وهذه مثل هذا. تعال نشوف عند السالب واحد أي، لو انا حبيت افصلها لك مره، سالب القيمه المطلقه للسالب واحد زائد واحد، القيمه المطلقه للسالب واحد موجب واحد، السالب اللي بره يبقى سالب واحد زائد واحد تطلع صفر. طب عندي السالب اتنين بنفس الطريقه، سالب القيمه المطلقه لسالب اتنين زائد واحد، القيمه المطلقه للسالب اتنين موجب اتنين، فالسالب اللي بره يبقى سالب اتنين، سالب اتنين زائد واحد يديك سالب واحد، فعلا مظبوط نفس القيم اللي احنا قلنا عليها. طب خلصنا دي، نبدا نمثل الداله، نبدا نرسم المحاور، محور اكس اهو، محور واي. نبدا نمثل اول نقطه، نقطه الراس صفر واحد، عند الصفر واحد اهي الواحد، طيب عند الواحد صفر، عند الواحد صفر، عند الاثنين سالب واحد هنا، عند السالب واحد صفر، عند السالب واحد اهو صفر، طب عند السالب اتنين سالب واحد هنا. اهم حاجه في نقطه الراس، هذه نقطه الراس اللي هرسم منها، ابدا ارسم الخطين بتوعي، ادي الخط الاول وادي الخط الثاني، خلصت. طب المجال، تعال نجيب المجال، هل هذه الداله ممثله عند كل قيمه الاكس؟ شوف قيمتها فوق، قيمتها فوق اهي، قيمتها تحت، قيمتها تحت اهي، شوف عند كل قيمه الاكس الداله موجوده اهي، شوف
عند كل قيمة الإكس ده اللي موجود، يبقى المجال آر. المدى قيم واي، تعال نبحث الواي. الواي من وين؟ واضح إن الواي، شوف من الواحد وأنا نازلة، يبقى الواي أقول له واي حيث واي أقل من أو يساوي واحد، اللي هي قيم الإيه؟ قيم الواي. بكده نكون انتهينا من جزء الدلالة الخاصة، الخاص بدالة القيمة المطلقة والدالة الدرجية. إلى لقاء مع تدريبات الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.